لقد هذا المؤتمر دلالة واضحة للعالم عن مدى الاستقرار الذي بدأ يظهر على وجه الحياة المصرية. هذا المؤتمر يعتبر باب الأمل لاستثمارات تتدفق على مصر، لأن مصر تستاهل أن يتدفق عليها الخير وأن يفتح أمامها باب الأمل. هذا المؤتمر يؤكد على متانة وقوة الأمن. هذا المؤتمر يؤكد على أن الوفود القادمة هتلمس وترى رأي العين مدى الأمن المتوافر حتى تتعافى السياحة مرة أخرى. الحمد لله احنا يوم بعد يوم نستشعر ان البورصة المصرية بدأت تتعافى. اذا الامل يحدونا في الغد القادم افضل بكثير من ذي قبل. العنف زي ما احنا شايفين ما هو الا فقاعات هنا وهناك، لكن الحياة تسير بفضل الله، والانسان والمواطن المصري ينعم بالامن والامان. ايقاع الانتاج الى حد بعيد مطمئن، والامل يحدونا في ان يعلو وينمو الخط البياني الانتاجي مره اخرى، ولكن تصبح المساله مجرد يعني فقاعات لانها لم تؤثر في هذا الجسد الضخم، جسد الامه المصريه.